حسان وعائلته. اليوم راح أرتب غراض المدرسة، شوف الرحلة شلون مهمسة، وباشر دوام. الصراحة أرتبها، بس قبل أن نبدأ شوف أساس بعد سبحة المدرسة شوف شعري. نعيما. شكرا. هسه راح نبدأ. هاي مال أول. واخريها، هاي مسودات واخريها. مسودات. هاي الأوراق. مسودات هاي لو شنو؟ لا هاي الأوراق مال لا. ضميها. هاي مال علوم. ضميها. ذاك شكو؟ هاي هاي هم الملاء. يلا اول شي ضمي اوراق الملاء ومات العلوم. اول شي مات العلوم لانها كبيرة. لا هي كبيرة، عرض خليها عافية، وخلي اوراق الملاء. هسه شنو؟ شو عندك؟ هذا يا دفتر؟ هذا دفتر العلوم. رجعي صفطي. حطيه تحطيه بالرحلة. هذا دفترك؟ هذا القراءة. شو اكو عندي؟ خلصانة أوراقة لو بعده؟ من الأخير باي عمود قلبي الورقة ورقة. لا بعده بي. شوية. يعني لازم تحضري لك دفتر للقراءة. شو طيني خلي اشوف يحتاج دفتر جديد. اي يحتاج، لازم تحضري لك دفتر. هاك هاي دفتر القراءة ضمي. يلا ضمي بالرحلة. هذا يا دفتر رياضيات يحتاج تبدلي لو بعده. نعم بعد يحتاج لي واي يلا. هذا دفتر ايش؟ مسودة. حطيه على صفحة، حطيه على الكرسي. هسه خلينا نشوف وين نحطه. هذا دفتر ايش؟ لا حطي دفتر الملاء بالرحلة، حطيه عدل حتى ما يتشقق. لا حطيه هيك اللي منها من الجهة الفارغة. عافية بالصباح. دفتر ملاء أهم حاجة. أهم حاجة كله عشرة. هذا أني. هذا دفتر إيش؟ هذا تجن تكسبي. هم مسودة هم حطي. بعد هذا شنو؟ هذا هم مسودة. مسودة هم حطيه على صفحة. هاي الدفاتر المسودة مال العام. هذا دفتر إيش؟ إنجليزي. إنجليزي يلا حطي. هذا دفتر رسم زين خلصان لو شنو؟ هذا بيه شوية أوراق بس أنا عندي واحد ثاني. يلا العدو خريلة تحطي بالرحلة. وهسه خلصنا. هسه حضرينا العلوم. العلوم هذا نشاطة، هذا كتاب. دفتر بيه؟ دفتر. دفتر أخير واحد. دفتر العلوم زين. حضرينا رياضيات. هذا الكتابة. هذا نشاط. دفتر رياضيات. هذا دفتر. وعدكم رياضة. الله. وعدكم قراءة. هاي دفتر يلا حطيه بنوتج. شوف جنوتج ايش بيها ما بيها. ايش ما بيها فارغ. يلا حطيه. كل الدروس بيها النشاط بس القراءة لا. ما ادري ليش. زين محفظتك وين؟ محفظتي بالغرفة. روح جيبيها. يلا حضري الجلدة. يعني اليوم العادي وراها الامتحانات اخر السنه، مو
بعدك وينك وامتحان راح تداومين هسه باكر ان شاء الله ويعطوك الشهاده وتداومين شهرين يلا امتحانات خير السنه يلا جيب محفظتك الناقع يرفع ايده هي يغني ويا اللعيده الناقع يرفع ايده هي يغني ويا اللعيده ان شاء الله باكر تجين تغنين الناقع يرفع ايده يلا روحي جيبي محفظتك محفظتي صراحه حبي هلا يلا ايش راح تاخذين؟ باي 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 ايش حتاخذين؟ قلم كم قلم؟ واحد اثنين ليش صار؟ حطي لك قلمين ومساحة ومقطاطة ومسطرة حاخذ هذا هذا اثنين ماما مساحة وين؟ طلعي من اشياءك الجديدة ضامتها، ما عندك اشياء ضامتها؟ أول مرة أفرح للمدرسة. ليش؟ دائما لازم تفرحين بالمدرسة على مستقبلك وتفرحين بيك. وهاي المسطرة مالتك كلها إلسا أنتِ. طبعاً. أنا حسام. شنو؟ أنا مساحة. يعوفي مساحة حسان الطهير يلا ضمي هاي ماتج هاي شنو الالوان ما عندك فنية ها انتي مو تاخذين دفتر الرسم وياك دائما؟ ايه سديها المحفظة مفتوحة ترى ما عاد ترى ما عندنا فنية ايه خلونا نرسم هاي بس اذا احنا عقال لازم تصير عقال زين تروحي دفتر الرسم شو ما خليتي؟ بس روحي هذا بي شوية لو هذا بي إيه لا عاد خلي مني خلاص غيره عندي كوم هواي ما رسم كوم هواي ما رسم يلا وقفي جنبتك لا مو هنا هناك خليها هنا راح ترجعيني في كرسي سكينة جنبك خلاص خل اشرح لكم السالفة اشرحين يا عيني السالفة لو ده اشرحيها للمتابعين ايه اشرح للمتابعين تمام يلا هي السالفة هي للمتابعين والماما تمام هي السالفة انا قاعدة عاقلة صافنة على الصبورة هي انا اسمع كلام الست بس هم يطلعون اللغوة يحجون 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 والست تذبها براسي ذبوها براسي انا شعلي انا شعلي هم اللي خلي تعاقبون مو انا ليش الست هم عاقبتك؟ هي عبالها اني هم وياهم بس انا لا مو وياهم وبعدين؟ والله هي خلصت السالفة بس هي الست تحبكم انتو تصيروا نوكح وتتعبوها الله اني عاقلة قاعدة انتبه وياها هم يحجون يسولفون بس مرات ثانية هم مطبوق وياهم ها لا عاد شلون معقولة واحد يتبلى على واحد لو ما هو مسوي المكسورة بس ثاني بعد تبت هاي قمت اطبق ويا الست اسراء هاي القراصات راح البسها ويا الصدرية تمام خليها على الرحلة فنهاية الفيديو تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس باي باي